زاجل يوغوليوم نيران. نعم زاجل هذا ايراني، هذا اللي قلتنا عليه. اي لسه معروف. اي هاي الحلقه مالته، هاي مو هاي مكتوب بالانجليزي الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. يعني اللي يعرف يقراها. اي مواليده 2015. هذا منفرخ بعدها صغير تنحط بهاي الحلقه. هاي تنحط بعد ما تطلع. بلي ظل مدى الحياه بهذا الطير. نعم انا هذا لو مو امانه يمي ممكن حلقه اقصها واذبها. اي ما قد احب الطير واقول خطيه يعني ما تريد الحلقه تثقل عليها. ما في ما تثقل عليها، وهي ما تاثر. شوفها تلعب ما تاثر، تلعب صحيح. بس اقول يعني خطيه الحيوان، يعني حاطينها من صغير بي. بلي بلي بالظل بي. بلي فاني هاي لو مو امانه يمي جابوا لي اياها. نعم كان الحلقه ذبيتها. بلي بلي شوفي يعني مواليده 2015. نعم. بس شوفنا شكله منا من شكله زاج. النوع بتشيني. شو اسمه هذا؟ مقصوص زاج النوع بتشيني. تشيني ذاك زمناه بطولنا كان، هذا بتشيني. تشيني اي يسمونه بتشيني. بتشيني مدقدق مصجم. مدق مصجم. اي اي انتم عندكم كل واحد وعندكم له مصطلحات وعندكم له تسميات. كل واحد واسمه. بلي اكو بتشيني بطورني زاز مطرف مخوص اشعل. هذا يعني كل اللي مربين الطيور كله يعرفون هاي الاسماء. عافيه مو يعرفون هاي الانواع بكل العراق. هسه اجيب لكم مطرف. بلي راح اجيب لكم مطرف. يعني ها مطرف حتى خارج العراق بالكويت بالخليج هاي التسميات نفسها. اي الجزء اكو تسميات بغير مكان يعني حسب الجناي. نعم اي بس احنا هنا مش ماش هذا بكل مكان. وين تروح بتشيني؟ تشيني وين ما يروح بتشيني. بالبصره كله هذا اسمه بالعماره. جابوا لنا بلجيكيات. بلي جابوا لنا بلجيكيات. الواحد وبارقتين صارن. بلي ثلاثه جبنا نثيا وفحل وبنتهن وياهن. نعم يعني قلنا ما طيور يعني الاكثر انواع بالعالم هي البلجيكيات. طبت اي يعني خوش طيور مصدر. شو يعني قلنا نجيب يعني خواصها شنو هاي الطيور البلجيكيه؟ جبنا اثنين بطورنيات وواحد بتشيني. لا لا شنو الخاصيه مالتها؟ الطير تقلب لو 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 لا لا مال محلال. ها من ناحيه السرعه زاجل. نجبنا زواجل يعني هذا ال البلجيكي زواجل. زاجل بلجيكي. زاجل ها يعني هم تحله من مسافه بعيده ويرجع. احل بناته مو هو احل بناته. بلي من جبته انا كبير راح اخذ بناته. ليش ما تحله هو؟ ما يرجع لي. ما يرجع صح. يرجع لمصدره. يرجع المصدر طير قوي صح محلول من دول. ها الزاجل دول يعني الزاجل. نعم نعم بلي انا مستعد انطيك من زواجلي شرط اخذهم من الدول حلهم. صح هيك بين ثقاني. بلي والله هسه عندي مالاتي اللي يجيني يعني تحلى من تركيا من 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 قبرص من كذا يرجع عادي قابل. انا عندي طيور وين ما يروح واحد اللي ما يصدق بهالتصوير خليجيني. نعم انا معروف حسام سعد بغيت بربوتي. بلي اول بيت بغيت بربوت بيتنا اصفر. يجينا اقول له خذ هذا الطير انت روح له انت روح له وحط له بي علامه. بلي خاف اغشك او فشي. بلي استاذ حسام هاي ايش قد اسعارها هاي الزواج اللي هنا عندكم او بدياله؟ والله هي اسعارها اللي جنيه. نعم اي بس مثل عند هذا الزاج لو انطيه بورقتين انا ما انطي كيف احبه واعرف لسه. بلي بورقتين ما انطي. بس ممكن اكو بغير جماعه مو جنايه اذا ينزل على بيتهم يحسبونك ولا شيء. صح لما يجنونه وما يعرفون شنو. بلي بلي والله بس هسه الزاج هذا عارفه شنو احبه مستعد ينطون ورقتين. الزاج هذا ما انطي اعرف لسه شنو ما شنو. نعم نعم باكر عقبه بناتي في دني. بلي احلهن بصرف احلهن من غير مكان. نعم هيك اعرفه. فاذا تشوفه بغير مكان يعني مو جناي واحد ما له شغله بطيور يقول لك هيك زاجل عادي. بلي يعني ما يسوى 1000 2000. بس قلت لك انا هذا اذا عند راعيه ببرقه ببرقتين انا بالنسبه لي ورقتين ما اعطيك هذا الزاجل. نعم نعم اولا من ناحيه الامان هو يعني امانه موجوده في البنات. بلي هسه مبيض ونثيته ثاني مع البيض. انت ما تشوف نثيته؟ اي نعم تعال نرى. هاي النثيه مالته؟ هاي ذيك نثيته اي ب 12 الظهر يبدلها. ها والله ب 12 الظهر الفحل ينام ياخذ الدور بعد. ها بلي 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 بلي. هاي انت مخليهن على الطبيعه هنا. اي حتى رفوع يعني شو يسمون هذين الرفوف مالتهن؟ اي حتى رفوف حلانات؟ اي اي ما مسوي لهن حلانات مخليهن على الطبيعه. على الطبيعه حتى يتعلمن علي ويوالفن علي هو. بلي. مقصوص من بعض هنا بعد راح يتعلم هنايا. صحيح.
زين هذا ايه؟ ما تخاف مثلا من البزازين غيرهن؟ ايه من تبع عيناني يعني دائما بالليل يمهن يعني بالليل ما خلي بزونه ما خلي فالدبيبه فشي يعني اقتلها بلي بلي احودها نعم حتى نعم. ما تقتل يعني ما تاكل الطير اي بلي بلي وان شاء الله ربك لي حرسك اعرف لي هذا شو اشوفه يختلف هذا المنقار مالته صغير بالله شو منقار صغير حيل صغير منقاره اي منقاره صغير سبحانه وعرفه لي مكعكل من قدام ومن فوق اي هذا كنا جاني سود سبحان الله لبنا هيجي مهاده سود هناك مهاده اي هذا هجين اكيد هجين يعني مو نوعيه اي هل يذب هالشكل اي يعني هنا مهاده الظاهر يعني مهاده يعني الظاهر شلون لبنا هيجي مكعكل وعرفه لي هذا احنا نسميه عندنا هنا منطقتنا ارفلي تجي لك يعني خواته بغير 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 مكان شي يسمونه بغير منطقه والله بغير ما اعرف اني بغير مكان شي يسمونه ما ادري بس انا عندي يعني منطقتنا ماشي ارفلي نشوفه بكل مكان ارفلي بغداد هو نفسه هذا اللي يسمونه زبيري لا زبيري يختلف اقول لك هاي شنو شو بيض هناك هذا هن بيضات هناك لا انا طلعت ها والله شوي هسه مرض ما اخاف ينضبط مرض ها اجيب لك خواته سود خي يجيبونهن لا خلينا نصور ذني شلي غاد طابات جوا بلي ها جوا اكو انت عدم يجنا جوا طابات اي هاي اقول لك انت انت ما شاء الله اكثر من مكان يعني مسويين حقل كبير يعني ولو احنا هسه هنا طائرات قسم بالبر طائرات بالبر يعني سياحيات وادي انت اي انت هنا يعني حتى الاكل مالته من برا مو اي اكله من برا اذا بنكيل ما يهن جوا اي نعم بلي اذبك له حتى المقصوص ياكل براحته اي بلي هاي كلها انت مخليهن على الطبيعه اي على الطبيعه براحتهن هاي زمتها بالمحلال اي هاي الزاد صارت مختمه زمت لها 3 حلقات برجليها ها يعني هاي حالينها من غير مكان مال محلال ما ادري مالت من بلي وقعدت بيدي وين انا كنت مشغل على المولد اي قاعد يم المولد مالنا بنص العرب اي هذا هم زاجل هذا نوع زاجلي نوع زاجل اسود والله بس خلي اشوفه زين اي هذا هاي زاجل اسود كان ختم هنا شوف هذا اثر الختم يانا موجود يعني بس اثناء الاثر اثناء هيجي راح يروح بالريش بالريش كان مأثر بالريش كان يعني من المحلال وختمينه منا ختم وهنا هم ختم هاي طيله ملزمتها مختمه اني ختم يعني وحجل هم بيها ثلاثه حجوله ثلاثه وما الصباق هم يعني ما سباقات اي ما سباق برجليها بلي لزمتها المغرب نعم دنيا الليل جتي وكانت هذا مرات يتعب الطير مو يتعب الحيواني الحيوان يتعب هاي جت لا ليش شلون لزمت هاي ما تلزم ايش هاي بس الليل ليل نزلت بالليل الليل نزلت هنا مسافه عن حائط بيت عمي وكان قدامي وكان تنزل بلي وقلت لهم عليه قالوا الزمها بالليل بس تتبات هاي ظل الصبح تسرعيها ها لو ظل الصبح هاي الطيرة كان سنة ما مراعيها بس الليل خربت وضعيتها ظهر مسافة بعيدة الحيوان يجوز مسافة بعيدة صح مسافة بعيدة وتأخرت اي وإنما هاي لو نعرف راعيها مو هاي انت تدري حلونا مثلا من الفاو هي كانت حلت البصر من الناصرية حلت البصر ها كانت حلت البصر اي كان جماعتنا ماخذين حلول البصرة بلي هاي راعيها لو عارفة يدلل بطن عيني بارك الله بي لو بس حاط رقمها لو رقم التليفون كان انت اتصلت بيه كان اتصلت وبطن عيني الدل لا انت هسه هم مسوي فضل على راعيها انهم ربيها شوف الطير راح احله دحل الطيره حليتها بلي الطيره تعلم علي صح يعني رغم انه كبيره بس ما ترجع اي يعني سبحان الله هاي اذا اشيل فحلها ممكن تروح ها والله ما تروح استاذي لك مجال اطب جوه اي اطب جوه اي هذا اقف خجل هذا هذا محلول من المثلث التركي هذا الزاج محلول من المثلث التركي الحدود العراقية التركية هذا الزاج المحلول محلول عذراعية بلي وجوبولية معارف نعم وأنا يعني مو ينطوني يعني الجبة يمي انطي بناته حليك حلقي انطي بناته بلي وتشبي يقول لي خلي يمك صح والله كانت حلقة السباق مكتوب نادي النور نادي النور ومواليده ها انا ذبيت هناك الحلقات موجوده بالبيت هاي الحلقه من تنحط برجله ما تنذب الا تنكسر صح انت تكسرها تستخف الحيوان بس ابو النادي شي يحط ابو النادي يحط حلقه
بلي هو يحطها بالنوادي حلقه تنذاب انت تبلها او انت على الكوبورت تحط رقمك. نعم بلي. اي اذا تريد اجيب لك حلقه احطها بواحد وافتحها واسدها. هناك عنده حلقات. ها والله مو زي البيت. مال ارقام مال هاي الحلقات منين يجيبونهن؟ الحلقات انت تروح تسويها يعني تروح لكنعان بعقوبه اكو محلات يقول لك قل اسوي باسمي. باسمي. حلقه طويلها يكبس لك اياها وتجيبها انت تحطها برقم الطير. على الكبر. بكيفك تيد من صغير تحطها بي ما في اشكال. ها هسه راح اجيب لك حلقات واجي. نعم. الحل الطير. الحيوان بس وقف علي الحيوان. يعني مطيفة فترة أجبك لها الحلقات. إيه. إيه. لا لا تعال تعال حسام تعال والله الطبطب هناك عندك بعد منا ما مو هنا ما يبين ظلام آه. والله ظلمة ما يبين نعوف إحنا أنا أشوف هاي يعني الغرفة رغم أنها مظلمة إيه بس إني حبنها يمكن دا يبين إيه إيه أنت مخلي كله على الطبيعة كل الأبراج طبيعية إيه. غرف مسويها حلوة راح أجيبك